عز وجل يا أيها النبي بدأ بنساء النبي، حتى لا يجي واحد يقول لا أنا الثقة متوفرة، نقول لا الثقة شيء والدين شيء. الله ما شرع الحجاب لنزع الثقة من المرأة، لا، ولكن دينا تعبد الله المرأة بحجابها كما تعبدها بصلاتها في محرابها، وإذا لبست المرأة حجابها فكأنما وقفت تصلي، لأن آية الحجاب من آية الصلاة. يا أيها النبي قل لأزواجك أول شيء وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ليش؟ قال ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. متى تعرف المرأة؟ إذا كشفت وجهها. الآن لو جبنا 100 مرأة وفيهم زوجتك وبنتك وكلهم مغطين وقلنا بالله طلع مرأتك منهم، تقدر؟ ما تقدر، كلهم مغطين سواء، لكن يكشفون طلع مرأتك تعالي اي خلاص عرفتها. فالله يقول ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما.